مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء الثراء، مساء الفلوس. شو اخباركم؟ شكرا للايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن الثراء والفلوس، لأنه نيتنا لهذا الشهر هي نية الثراء. إذا ما حطيت النية حط النية، ما باقي إلا كم يوم. وإذا ما حطيت خلفية الجوال حط خلفية الجوال. خلفية الجوال جميلة ومريحة، واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم ويحضر المناقشة موجودة على اليوتيوب. وبرضو عندنا 10 مواد موجودة على الموقع سمية 369.net. إذا حطيت النية، إذا كنت مهتم، إذا تبغى تتعمق أكثر، تكلمنا عن كارما الثراء ومعها 4 مواد مجانية، أيضا عن طبقات الثراء، قراصنة المال، أسرار الأثرياء، من الفكرة وحتى التجارة، التجارة الإلكترونية للمبتدئين، رسائل البدايات، بداية القصة، وعندنا الهوية المالية والمال القديم والمال الجديد. طيب أبغى أرحب بأصدقائي على تيك توك، أهلا وسهلا، شرفتوني، عندنا 10,000 لايك، شكرا جزيلا، زيدوا، خلونا نطلع ترند. نقدر ولا ما نقدر؟ اليوم نبغى نتكلم عن المال والأحلام، الأحلام اللي تجي مرتبطة بالمال، نبغى نطرق لبعض الأشياء فيها، وبعدين ندخل على أسئلتنا. لك حامل ولا لا؟ ما أدري، ما أعرف، ما أنا كنت عندها في الويكند اللي راح، بعدين رجعت للرياض، فما أدري وش اللي صار من وراي صراحة. ما أدري، بس تخرخر وكذا، ما أدري طبيعية ولا مو طبيعية، ما أدري عنها. طيب عندي إحساس إني بتزوج أمير، صدق ولا مو صدق؟ ممكن إحساسك صادق، ما ندري، الأيام ستثبت. طيب خلفية الجوال والفيلم كلها موجودة في حسابي على تويتر، اكتب بس على جوجل سمية ناصر تويتر، تطلع لك أول تويتة مثبتة كذا. كيف أدفع الاشتراك من السويد؟ لا عادي، تقدرين تشتركين وتابعي مع خدمة العملاء، راح يساعدونك. إذا شفت حلم في المنام عن المال، اول شيء يقول لك اعزمينا، اللي بتاخذ امير يقول لك اعزمينا، لا تنسينا تراها كنا يعني مع بعض. اول شيء خلونا نشوف ايش التعبيرات اللي ممكن تظهر لك في المنام او في الحلم عن المال، خصوصا بعد ما تحط نية الثراء. لما تحط نية الثراء من المتوقع او من المحتمل لما ما تجيك الرسائل برا، من الممكن انها تجيك جوا. واحد الاشكال اللي تجيك الرسائل جوا، رسائل الثراء، انها تجيك من خلال الاحلام. احد الاشكال اللي نتوقعها وهي شكل رئيسي، انها يظهر شعورك تجاه المال في الحلم، فيمكن يطلع في الحلم خوف او مثلا غضب او مثلا قلق من المال أو ارتباك، مثلا تكون في مكان فيه أثرياء ترتبك، تقابل شخص ثري ترتبك. كل هذه المشاعر اللي ممكن يوريك إياها عقلك الباطن تطلع من الصندوق الأسود، وانت ما كنت شايفها، ما كنت عارفها، تحسب انه انت تبغى الثراء ومبسوط من الثراء، بس في شعور كذا داخلي مخرب في الموضوع، ما يبين إلا من خلال الحلم اللي يوضح لك الشعور هذا بشكل ظاهر وقوي. تقول لك الشهر هذا مليان أحلام، أهم شيء الأحلام، أحلام الثراء، أحلام المرتبطة بالمال. فهذا متوقع، أنه شيء ما تقدر تلقطه أنت على أرض الواقع، الصندوق الأسود ينفتح وقت الحلم ويطلع لك ويبين. سواء تتواصل مع أشخاص أثرياء، سواء تشوف فلوس، سواء بتشتري شيء، أي مشهد يعبر عن المال، لكن يغلب عليه الشعور، يغلب عليه الجانب المشاعري أكثر من القصة اللي قاعدة تصير في الحلم.
فشعورك هذا رسالة، شعورك هذا مهم انه ينفهم، مهم انه يتنظف، مهم انك انت تعرف انه عندك هذا الشعور تجاه المال، فلا بد ان نشتغل على هذا الموضوع. الشيء الثاني اللي ممكن ايضا يظهر في الاحلام بعد ما تحط النية، انه انت تشوف الاشياء اللي انت قاعد تسويها على ارض الواقع. خلنا نقول مثلا انه انت قاعد تخطط انك تبدأ في مشروع، فتشوف انه اوه واو انت تشتغل على مشروعك وتسوي مشروعك وتروح تطلع الرخصة وتطلع السجل وتسوي الاوراق وتضبط الموضوع القانوني، فكأنك عايش في واقعك وايضا عايش في الحلم نفس الشيء، كأنك تكمل المشروع، كأنك تشتغل على النية تسوي مديتيشن وتشتغل على النية في الواقع، بعدين تكمل تسوي مديتيشن وتشتغل على النية في الحلم، فكأنك تسوي الشيء في الواقع بعدين ترجع تعيده وتسويه في الحلم. ممكن انك نفس الشيء المالي اللي قاعد تشتغل، او مثلا قاعد تسدد ديونك وتسوي الخطة وشلون تسدد الديون كده، تنام تشوف نفس القصة انك انت تشتغل على ديونك وتسدد ديونك وتشتغل على الموضوع. فانت هنا موجود نفس الفكرة قاعد تشتغلها وبرضه موجودة في الحلم، فانت كده قاعد تستمر وتعمق هذا الشعور او هذا الفكرة او هذه الخطة، وهذا يعني انه في وضوح جدا تجاه القصة هذه اللي تظهر لك، انها موجودة هنا وموجودة هنا، يعني انت من اعماق اعماق اعماقك هذا الموضوع واضح بالنسبة لك، فانت تسويه في الواقع وتسويه في الحلم، متكرر في الواقع وفي الحلم. ايضا احد الاشكال اللي ممكن تكون في الاحلام انه انت تشوف الصورة المستقبلية للثراء، يعني تشوف وانت اوه في القصر، اوه وانت مسافر على الدرجة الاولى، اوه الاشياء اللي انت تشوفها كصور تبغى توصل لها، اشياء اللي هي من المستقبل تبغى توصل لها، فانت تسأل نفسك يعني هل هذا الحلم من المستقبل؟ هل هو يعني فعلا حقيقة؟ يعني انا شفت شيء من المستقبل ولا بس كذا هذه الاوهام والاشياء اللي قاعد انا يعني افكر فيها واهوجس فيها؟ اقولك ممكن جدا انها تكون من المستقبل، من الممكن انك تشوف شيء من المستقبل، احد الاحتمالات انك انت تشوف قصة مستقبلية بعد ما حطيت النية، انه اوكي هذه الصورة اللي انت تبغاها وهذه الصورة اللي انت راح توصل لها وهذا هو المكان اللي انت راح توصل له. ايضا احد الاشكال اللي ممكن تشوفها في الحلم خصوصا بعد ما تحط النية، انه انت تشوف رموز الثراء، رموز الثراء، يعني شخص مشهور بالمال او معروف بالمال او ثري من الاثرياء، او مثلا خلنا نقول سيارة معروف انها يعني سيارة اثرياء، او رمز معروف انه رمز ثراء، او مثلا قطعة ذهب تدل على الثراء، اي رمز هو في مخك يعني الثراء، فلما تشوف هذا الرمز فهذا يعني انك انت شبكت، يعني حطيت النية بعدين شفت الرمز في الحلم، يعني انت قاعد تشبك مع طاقة الثراء، قاعد تشبك مع هذه الذبذبات والترددات وانت في الطريق، هي نعتبرها رسالة انه اوه واو انت في الطريق، انت في الطريق. تقول حلمت بتركي آل الشيخ، السؤال هل تركي آل الشيخ عندك جواتك في السيستم هو رمز للثراء ولا شيء ثاني؟ هكذا تفرقين. فلما تحط نية الثراء من الممكن انك تشوف رموز الثراء في الحلم عشان تشبك معاهم، فهذا يعني انت في الطريق ماشي متصل، اشخاص اشياء اشكال ما نعرف شو ممكن يكون. طيب خلونا ناخذ اسئلة. البنك، دائما البنك هو موضوع تبع النية اكيد، اذا طلع لك البنك في الحلم هذا موضوع تبع الثراء بدون أدنى شك. كيوت حبيبتي تقول قبل الوعي كنت دايم لما أختم القرآن أحلم بطيارات خاصة مصنوعة من ذهب، ودايم تفسير المفسر عن الثراء اللي معناته إنه روحي بتخوض هالتجربة، هل معناه تفسير المفسر الثراء هل معناها روحي بتخوض هالتجربة وأجتهد؟ هي تقول لي يا دكتورة أجتهد
أبوصل أجتهد بوصل، أبغى أقول لك الحياة ما فيها ضمانات، ما فيها ضمانات، ما في ضمانات. يعني ممكن تسوين كل شيء تعتقدين إنه يوصل للثراء ولا توصل للثراء، ممكن تسوين كل شيء تعتقدين إنه يزوجك ولا تتزوجي، ممكن تسوين كل شيء تعتقدين إنه يوصلك للصحة ولا تصير صحتك جيدة، ما في ضمانات. لكن السؤال هل أجتهد أو ما أجتهد، هذا الموضوع ليس عليه سؤال. شيء تبغينه اجتهدي، اجتهدي، لأنه المعادلة اللي تعرفينها مو دائما توصلك للنتيجة، الخلطة اللي تعرفينها مو دائما توصلك للنتيجة. في ناس يخلطون 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 بس ما تضبط الخلطة، ما في نهاية الطبخة ما تضبط، ما تصلح. لكن دورك انك تجتهدين، دورك انك تسعين. الاجتهاد ما المفروض انه يرتبط بقصة انه اضمن لي النتيجة عشان انا اجتهد. انت مطلوب انك انت تجتهد على اي حال، انت مطلوب انك انت تجتهد، توصل ما توصل قصة ثانية. شيء موجع لما تلقى احد يسأل عن قانون السعي، مرة مرة يوجع الموضوع، تحس الناس كأنهم عايشين في كوكب زحل ما أعرف وين عايشين، تستغرب تقول أوه واو. يعني لو أقولك في احتمال 1% أنك تكونين مليارديرة رقم 1 في العالم، هل ستجتهدين؟ أنا بالنسبة لي بجتهد، ماذا لو ضبط هذا الموضوع؟ خيارات، الحياة خيارات، فما بالك أنه احتمال الثراء أكثر من 1%. حلات في مشاهير يقدمون لي صندوق حلويات وعجيب، ويقول واحد منهم يلا بسرعة استنى، هل له علاقة بنية الثراء؟ إذا كنت حطيتي نية الشهرة قد يكون مرتبط فيها أكثر. ريم حبيبتي تقول الأشخاص من داخل كارما الثراء هل يشعرون بطعم أنهم حققوا أحلامهم أم كأنها أهداف تحققت ضمن الطاقة لا أكثر؟ تقصدين المال الجديد طبعا او المال القديم؟ المال القديم جاهم، جاتهم الفلوس هم نايمين، جاهم ورث يعني هم نايمين، فبالتالي لا، ما عندهم شعور انهم انجزوا او حققوا، وقد يكون هذا مصدر مصادر الالم عندهم في الحياه، ويحتاجون انهم يفهمون طاقه المال القديم حتى ما يتورطون بهذه القصه. المال الجديد هل يحسون انهم هم بطعم انهم هم حققوا على قولتك أحلامهم، هو هدف يعني حققوا هذه النية؟ أكيد يشعرون أنه هو تحقق الهدف، أنهم هم وصلوا لشيء كانوا يبغون يوصلوا له. ونية الثراء من النوايا الكبيرة صراحة، ما هي النوايا الهينة في الحياة، مثلها مثل الشهرة، الشهرة، الثراء، هذه الأشياء لما تحققها يعني تفرق معك، تفرق في حياتك، تستطيع أنك تلاحظها بوضوح. مثل أيضا مثلا شخص مريض يحقق نية الصحة، يقول أوه واو العام في مثل هذا الوقت أنا وش كنت، كان حالتي حالة، كنت بين الحياة والموت، الآن أنا نشيط وأركض وألعب وكذا. فنعم يستطيع الإنسان تمييز الفرق ما بين أنه هو كان قبل الثراء وبعد الثراء. فاطمة حبيبتي تقول عندي جدة ثرية وجدة شبه فقيرة، الثرية ما تصرف على أحد، أوكي، والفقيرة فاتحة شنطتها للرايح والجاي، درس بلاش درس بلاش يا فاطمة. تعلمتي؟ ممتاز. لو تقفل شنطتها كان صارت في مكان آخر. يقول أمي حلمت أني رجعت من السفر ومعي سلتين، شفت تفسيرها أني راح أصير ثرية، وأنا من زمان حاطة النية وأخذ بالأسباب، بس هذه الفترة قلت عندي الرغبة. قد يكون هو المطلوب أنها تقل الرغبة عندك، زي ما قلت لك لا يمكن أنه يكون الشخص ثري وهو يريد الثراء وبشدة، لازم تقل الرغبة، لازم شوية ينزل الموضوع ويكون يعني معتدل، لما يصير معتدل يتحقق الثراء. فهذه إشارة جيدة، قلة الرغبة إشارة جيدة، بس ما تنعدم، بس تقل، يعني يكون جاء اوكي جيد، ما جاء عاد خلاص شكوى الله.
واو، حلمت اني اصعد مدرج ضخم مفروش بسجادة بنفسجية. السؤال، وش السجادة البنفسجية؟ هل هي ثراء؟ هل هي رمز للثراء عندك؟ حلمت اختي اني ربحت مليون دولار، اليوم التالي جاني فلوس قبل موعدها، وجت امي حطت عندي فلوس. الله، حطيت النية وجاني عرض وظيفة من شخص قريب من الدرجة الأولى وعلاقتي معه مضطربة، هل هذا اختبار للثراء؟ يعني قصدك انه ممكن يكون يخادعك من خلال هذه الوظيفة؟ يعتقد الوظيفة تتطلب عقد، والعقد راح يكون واضح وتقرأينه وتكونين على بينة. اضطرابة عليه، يعني صحيح انه اذا كان، خلنا نقول مثلا هالشخص هو المدير، يعني إذا كان مديرك مضطرب يعني أكيد راح يأثر، بس في النهاية يعني في قانون، في نظام، في عقود، ما المفروض من هذا يربكك؟ أنا أقول خذيها وشوفي الشنطة وش فيها، على قولتهم شوفي القصة. أو واو، أي أحد يحلم بالملوك بالأمراء، هذه كلها ترى رموز ثراء، رجال أعمال. صديقتي تقول نويت الثراء، فطالبتني أمي باسترداد دين، قالت إنها سامحتني فيه سابقا، فما هي الرسالة؟ الرسالة أعتقد إنك أنت يمكن في حقوق ما رجعتيها، يمكن في دين ما سددتي، يمكن في أشياء ما غطيتيها وما قفلتيها، فالمفروض إنك أنت تعطينها. أنا أشوف إنه المفروض إنك تعطينها. هي قبل سامحتك، من المحتمل انها قالت هذا الكلام لانه ما كان معك فلوس، فلما صار معك فلوس غيرت رايها. اعتقد انك تعطينها، قد ما يكون على سبيل تسديد الدين، قد تحسبين انت حسبه ثانيه انها اوكي هديه، بس هي صار في خاطرها انه يعني هذا المال هي يمكن اعطتك اياه وقت يعني انت كنتي محتاجه، والان صار عندك سعه، فالمفروض تعطينها مثلا. شيكي على كل موضوع الديون والحقوق، كل هذه راجعيها. هلا حبيبتي تقول هذا الشهر كثير صرفت بشكل مو طبيعي بس ما انزعج، هل بسبب النية؟ ممكن انه يقل الصرف او يرتفع الصرف عندك بعد النية. هو في النهاية المهم الشعور، مدام الشعور منضبط كل شيء تمام. خلونا ناخذ اسئلة من تيك توك. حطيت نية الثراء، طلع لي شخص ثري، بدأ ينسحب. It's okay. رسالة جميلة، رسالة انه انت في الطريق، بدأ ينسحب. It's okay. عادي. حطيت نية الثراء، طلعوا لي اثنين اثرياء بس بخيلين علي. انتي وش القصة؟ ما ادري، ما فهمت. حطيت نية الثراء، طلعوا اثنين اثرياء بس بخيلين علي. ما اعرف انتي يعني قاعد تشبكين مجموعة رجال، وما ادري شو القصة يعني. اوكي، وبخيلين، ها؟ ما احس التعليق هذا في خلل مو طبيعي، في شيء مو طبيعي. يعني هم ما ادري، هم موجودين عشان يكدون عليك، هم موجودين عشان يعطونك، هم مين؟ هم بالضبط، هم مين بالضبط؟ حطيت النية يعني انت منتظرة سرة من الرجال يكدون عليك يعطونك فلوس؟ استيقظي يا ماما، استيقظي. اوكي، استيقظي. اقاربي واهلي يتسلفون مني كثير وانا انزعج من هذا الشيء. مدام تنزعجين لا تقومين بهذا الدور، مدام انت منزعجة ويربك ميزانيتك ويربك شعورك، ما المفروض انك انت ليش تسوين هذا الشيء؟ حلمت انه شنطتي كانت بمكان بعيد، طلبت من شخص طلع ملك، وليش؟ جزء منه ذهب، بعدها حد قال لي كل شيء قريب، او طلع من الشنطة يعني ذهب. الذهب من رموز الثراء. حطيت نية الثراء وطلع لي ثري، تأثر فيني اكثر ما تأثرت فيه. طب حلو يا رنا، حلو، خبر جميل.
عموما هي العلاقات اللي في النهاية اللي تستمر هي العلاقات اللي فيها طاقة متبادلة. هذا مؤشر جيد انه قد يكون هذا الثري يعني يستمر في حياتك لمدة اطول، لانه في شيء انت قاعدة تعطينا، في شيء يقدم وفي شيء يؤخذ، في طاقة متبادلة، وهذه الطاقة مهمة فتستمر هذه العلاقة. صديقتي تقول ايش معنى ناس لما يحطون النية تجيهم اشياء ايجابية، هدايا وكذا، وناس ينجلدون رغم اجتهادهم بالوعي من زمان، مثل فقر وخراب علاقات وغيره، ما هي الرسالة؟ وهل اللي رسائلهم إيجابية أفضل ولا وش الموضوع؟ والله سؤال جميل. يعني هو ولا هي مستورة ولا مصطفى ولا يعني يقول إنه في ناس يحطون النية ويعني على طول تبدأ الهدايا والترقيات ووظيفة وثرية تجلى وما أعرف، وناس يحطوها يجيهم قيعان ويجيهم مصايب، مع إن هذول يمكن أكثر وعيا، هذول من زمان في الوعي وفاهمين وعارفين وكذا. وإيش الفرق؟ أقولك هي الفرق في الكارما، الفرق في الكارما. يعني أنت وش كم عندك من رصيد في هذا الموضوع؟ هذا الشخص ما له دخل في درجة وعيه، هو حط نية الثراء، عنده جد ثري على طول تجي هدية. انت حطيت نية الثراء، لا عندك جد ثري، لا عندك اصدقاء اثرياء، لا تعرف كيف يفكر الاثرياء، لا ملابسك ما هي ملابس اثرياء ولا شيء. فوش الحل؟ الحل انك تضرب قاع، تصير لك كذا مشاكل، تتعلم من هذا الالم. فهذا هو الفرق، الفرق هو الكارما. في شخص يحط نية الصحة يمرض، في شخص يحط نية الصحة يعني يصير حصان كذا، يعني يصير صحيح جدا. يعني كله كارما، كله يعني محسوب، تاريخك، القصة اللي عندك من الأول، ما له دخل بدرجة الوعي، ما له دخل، له دخل بالطاقة حقتك. صديقتي تقول كل ما فكرت أترك وظيفتي كل ما صار عندي هوس الشراء أكثر، هل له علاقة بأني بهالطريقة أجبر نفسي أستمر بوظيفتي اللي جايبة لي البؤس والمرض العضوي؟ Oh my God. يعني طريقة لا واعي عشان تقولي نفسك لا الحين تورطت ماديا لازم أقعد شوية بعد لسه. من الممكن بشكل لا واعي أنك أنت سويتيها بدون وعي، وأيضا من الممكن أنه انت يعني عندك نية ثانية مرتبطة حاليا الوظيفة هذه هي اللي تحقق هذه النية، بس هذه اقرب شيء، فبالتالي يصير شيء عشان تستمرين في هذه الوظيفة. راجعي النوايا اللي انت حطيتيها، وش انت حاطة من نوايا. هلا تقول هل في علامات بالحلم يدلك على طريق ما؟ اي ممكن، يعني ممكن في الحلم مثلا تلقى المشروع التجاري حقك، ممكن في الحلم يدلك على طريقة للثراء، ممكن في الحلم، أذكر شخص قال لي أني شفت في الحلم مكان كنز مدفون، طيب رحت شفت المكان قال لا ما رح. فممكن أعتقد جدا أنه الأحلام تساعد، أنه وأصلا في ناس يعني صارت لهم أشياء كثير تكلمنا عنها هذه في مسرح الأحلام إذا تذكرون، صارت كثير أشياء ضربت معاهم جابوها من الأحلام. فممكن تسوي شيء يكسر الدنيا ويجيب لك أموال وملايين ومليارات أنت لقيتها في الحلم، حصل لك في الحلم. هلا حبيبتي تقول أنا وجدت بنص ملابسي اليوم مبلغ من المال فرحني جدا ولا أدري منين، ولما سألت طلع مو لأحد، هو مو كبير لكن أسعدني، ما هي الرسالة؟ يا جماعة كل واحد يشيك على كبته. كل واحد يشيك على دولاب الملابس، كل واحد يشيك على دولاب الملابس، اكتشفت فلوس في دولاب الملابس، عليك بالعافية. ما أدري من وين، حتى أنا ما أدري من وين جو، هل هم أنت مثلا حطيتيهم ونسيتي؟ هل أحد حطهم ونسى؟ هل أحد حطهم لك بس ما قال لك إنهم حطهم لك؟ هل هي جاية من بعد آخر؟ ما ندري، لكن عليك بالعافية.
ما هي الرسالة؟ بصراحة أتوقع أنك أنت قد يكون عندك قلة تقدير للأشياء الخارجة عن المعتاد، أنه لا وشلون يتصير وشلون أبجذب الثراء في ظل الظروف الراهنة والفقر المدقع، وشلون بصير كذا يعني يمكن ما عندك قناعة ما أبغى أقول معجزات، لأنه ممكن تكون هالفلوس أنت حطتها وناسيتها، بس عشان يصير هذا الموضوع عشان تفهمين الرسالة صارت، أنه الأشياء اللي لا تحصل تحصل، أنه من الممكن أن تصير الأشياء اللي ما توقعين أنها ستصير، ممكن تصير، أنها ممكن تصير. فهذه الرسالة، قد يكون هاي طريقة تفكيرك أنك تستبعدين حدوث الأشياء الغير متوقعة. تقول لك واحدة من أخواتي برضو نفس الشيء، تلقى ملابسها وهي متدينة، مين يرسل لها؟ حلمت أني صديقة واحدة من أغنى أغنياء البلد، وكانت العلاقة جدا سلسة وجميلة. الله، تقولك حلمت أن أمي تعطيني تاج مرصع الماس، وقالت لي وزنه 111. بصراحة الرقم إلا إذا كان التاج الألماس يعني لك شيء مرمز عندك، هو وش رمزه عندك في عقلك، لكن الرقم ممتاز، الرقم رقم البدايات. صديقتي تقول أفراد عائلتي يدخرون عندي أموالهم وتزداد، سبحان الله، ويزداد حتى عدد الأشخاص، كيف ممكن أستفيد من طاقة هذه الأموال في بيتي؟ رجاء يعني ما أعرف، يعني هي أنت تحطها في الدرج وعليها هي تزيد من نفسها، ما فهمت هذه تزداد، ويزداد عدد الأشخاص يعني تداولوا بينهم، قالوا هذا أمين حطوا الفلوس عنده بس هو ليش اللي يحطون فلوس عندك؟ ليش بيحطونها عندهم في البيت ولا في البنك؟ ولا غريب الموضوع، بس بشكل عام انت صاير البنك، صح؟ يعني انت البنك حق العائلة وحق أصدقائك وكذا، البنك خلاص، يعني انت الثراء، ما يحتاج يعني تفكر شلون أحل وجود هالكميات الأموال معك، يعني طاقة الثراء موجودة عندك، موجودة عندك، بس اضبط الموضوع. أكيد أنت في بلد البنوك فيه تعبانة. أنت أخذ دور البنك يعني. سيلفر يقول من بداية الشهر وأنا لا تقول من بداية الشهر يا دكتورة وأنا محاصرة باللص. أفا يا جماعة، اللص محاصرها، نروح ننقذها؟ ها سيلفر حبيبتي، اللص محاصرها. ما زال عنده أمل؟ تقولك اللص محاصرها من بداية الشهر، ما زال عنده أمل؟ ما زال خلص، احسم الموضوع، احسم الموضوع، قولي لا ما أبغى استثمر معاك، انتهت القصة، ما أبغى أسلفك، انتهت القصة، انتهى الموضوع. وري الوجه الثاني، يعني لمتى وانت تجاملين وتطبطبين على الموضوع، تتملصين وتعيشين قصة الخوف وانت الهاربة وهو محاصر وانت هو محاصرك، محاصر ليش يحاصرك؟ هو ليش يحاصرك؟ ليش يحاصرك؟ يعني هو وش ماسك عليك عشان وش محاصرك؟ وانت واضح شعورك شعور الخوف، كلمة محاصر يعني شعورك خايفة. وري الوجه الآخر، إذا ما تعاملتي معاه بهذا الوضوح والقسوة يعني وراه طابور كامل بيمارسون نفس الدور، اللص بيخوفك، بيأنبك، بيشارك بالعار، بيستخدم كل الأدوات والأساليب اللي يقدر عليها واللي يعرفها، مدام أنتي واضح عليك الخوف سيظل يستخدم هذا الأسلوب. واجهي، حنا وراك. ما عليك، قصة عاطفية، يمكن عاد مصيبة، قصة عاطفية ولص. ياخ
يعني واجهي بدون تردد. بدون تردد، 2-1. أروى حبيبتي تقول في شهر الثراء تعرض والدي لقضايا غش تجاري أدت به للسجن، وقبلها جاني اختبار في الذمة المالية وما نجحت فيه. هل ممكن تكون في كارما متنقلة لي وبهذا دايما تجيني هالنوع من الاختبارات؟ لأني راجعت حياتي وكان نفس الاختبار يجيني. شوفي أروى حبيبتي، مرات الاختبار تجينا حنا مباشرة فنتألم، مرات تجي لشخص من قريب مننا أو ضمن كارمتنا فنشاهد. نشاهد يعني فهمت، فهمت ولا ما فهمت، ترى كذا يعطي كذا يوصل للنتيجة الفلانية، وهي تكون بعيدة بعدين تقرب تقرب. مرات تشوفها مشهد في التلفزيون، تفهمت ولا؟ مرات تشوف تشوفني أنا أتكلم عن الموضوع، تشوف واحد من الأشخاص معانا هنا تعرض لحدث وقلنا السالفة، فمرت علي شخص بعيد تحس ان الموضوع ما تلامسك بس خلاص مرت عليك، دخلت ضمن وعيك رسالة، او تشوفها في فيلم قدامك، بعدها ينتقل الموضوع يصير اقرب، يصير شخص قريب مهم، بعدين يصير عليك. فانت الان وصل الموضوع انه عليك، يعني شفتي ابوك وبعدين عليك، فالمفروض انك تنتبهين. اذا كان عندك اختبار الذمة المالية تكرر، اكتبي لوحة في غرفتك ولزقيها قدامك، يعني خلاص خلاص تكرر الموضوع اكثر مره. المفروض الان انت تنتظرين اللحظه هاي، تنتظرين الاختبار القادم، انك فهمتي الموضوع خلاص، واستعدي. زي ما قلت لكم اي شخص يحرج من الاسئله يستعد بالاجوبه، استعدي. ماذا لو قيل كذا؟ ساقول كذا. ماذا لو كان كذا؟ بقول كذا، عشان ما حد يخلي ذمه الماليه مطروحه كذا امام الجميع. زينب حبيبتي تقول هل طاقة الإبداع هي طاقة ثراء؟ لا، هما طاقتين مختلفتين، وفي كثير من المبدعين هم فقراء ولما ماتوا صارت منتجاتهم ثرية، وفي أيضا كثير من المبدعين هم أثرياء لأنهم عرفوا يستفيدون من الإبداع، والإبداع أحد الطرق اللي توصل للثراء، أحد الطرق اللي توصل للثراء، وهي من الطرق القوية والسهلة والمختصرة أنه يكون عندك احتمال أفضل توصل للثراء من خلالها. لكن المشكلة المبدع إن جواته كثير لخبطة، المبدع عنده كثير لخبطة في الداخل، وهذا يخليه ما يوصل، يتأخر، ما يشبك مع الاحتمال الأفضل، ما يستطيع إنه يقدم الإبداع حقه كمنتج قابل للشراء، منتج قابل للتطور والتوسع. هذه المشكلة، مشكلتهم اللي جواتهم. وإن شاء الله لما نتكلم عن لاحقا في الأشهر القادمة راح نتكلم عن الإبداع أكثر. شفرة كاليوبي تقول حلمت فيك كنت تسولفين ومرتاحة وقلت لك أتمنى أعرف أمك. دايما أقولها تبغين نصور تقول لا ما تبغى تصور. سارة تقول هل الأثرياء في السوشيال ميديا نقدر نستفيد من طاقتهم؟ أكيد بدون أدنى شك، أنه أنت تابعين أشخاص أثرياء راح يساعدك في الاتصال بطاقة الثراء، أفكارهم، مشاعرهم، سلوكهم، طريقتهم، أساليبهم. وإن كانت السوشيال ميديا مرات ما تعطي الحقيقة، لكن بمجموعها تقدرين تجمعين الموضوع. ولازم تفرقي ما بين المال القديم والمال الجديد، لأنه هذولا سلوكياتهم شكل وهذا سلوكياتهم شكل. في ناس مخبصين هما مال قديم وقاعدين يتصرفون سلوكيات المال الجديد، وفي مال جديد مخبصين قاعدين يتصرفون سلوكيات أو طاقة المال القديم. في النهاية هما كلهم بيفشلون، لكن في ناس عارفين وش هم يسوون وماشيين في الطريق الصحيح، فتقدرين تشوفين وتتابعينهم، تشوفين تفكيرهم، شعورهم، طريقة تعاملهم مع المال، كل هذه كلها مفيدة. لكن يبقى الاتصال المباشر، تبقى المعرفة الشخصية لها قيمة أكثر، لأنك أنت تبغى طاقتك تكون متواجدة هناك، ما تبغى بس الطاقة اللي هناك موجودة عندك، تبغى أيضا طاقتك متواجدة هناك. أسمى حبيبتي تقول مرتبطة بشخص مسرف وما عنده إدارة مالية جيدة، وبعد ما حطيت النية صرت أطفر،
مع أنه شيء غريب بالنسبة لإدارة المالية. إيش الرسالة؟ قصدها أني أنا كويسة يعني في إدارة المال، بس متزوجة في واحد يده مخرومة. أوكي؟ أول شيء أبغى أقول لك أنه ليس هناك حجة لأي شخص يبغى يقول والله جدي فقير عشان كذا أنا، أو ترى شريك حياتي يعني عنده ديون وعنده يعني إدارة مالية ضعيفة وكذا. لا توجد أي حجة لنفسك أنك أنت ما تقدر توصل للثراء، لا توجد. لكن بالنسبة لي هذا يعني أنه أنت أقدر منه، قد تكونين أقدر منه على الثراء، لأنه هو مسرف وإدارة المالية ضعيفة، فأنت أقدر منه على أنك توصلي للثراء. فقد يكون عندك كارما أفضل، قد يكون عندك أدوات أحسن أنك أنت توصلي للثراء. واختلال إدارتك المالية بعد ما حطيتي نية الثراء، هذه اللي أحس أني أنا أبغى أدقق عليها أكثر. يعني تقدرين أنت تدخلين للثراء وتدخلين زوجك معك، هذه بسيطة بسيطة، خصوصا إذا طاقته ضعيفة عادي يقدر يعني يدخل ضمن طاقتك. لكن أنه أنت إدارتك المالية تأثرت بعد نية الثراء، أبغى أفكر وش اللي صار. هل الآن بسبب أنه زوجك مسرف طلع فلوس كثير، أنت قد تكون الانعكاس لهذا الشيء، فأنت ماسكة يعني شوية ماسكة فلوس، فلما حطيتي نية الثراء قامت النية عدلت، خلتك تجربين النقيض عشان تفهمين، لأنه مرات الواحد يحتاج يفهم كل هالطبقات، يحتاج يفهم البخل والإسراف والكرم والاعتدال عشان يعرف يوزنها. كأنك يعني تدور الوزنية الصح، فتحتاج تشوف هذه ما هي كذا بالضبط كذا. فاحتاجش انك انت تطلعين من النقطة اللي انت فيها، اللي هي انك انت ماسكة شوي وتخربطين شوية زي زوجك، بس ما وصلتي لدرجة من الإسراف، بس نحاس الموضوع. فعرفتي وين الخلل، الآن عرفتي وين القصة، الآن ترجعين، بس ما راح ترجعين زي أول، ما راح ترجعين 100% زي أول، ترجعين تكونين متزنة شوية في الصرف. لا أنتي زي زوجك ولا أنتي زي أنتي زي نسختك القديمة، زي الأشخاص اللي محطون نية الثراء يروحوا للفقر، لأنهم يحتاجون يجربونه، في أدوات هناك يحتاجون يلمسونها يعيشونها يفهمون الموضوع. فأعتقد هذا كان المفروض أنك أنتي يعني الطفرين بسبب إدارتك المالية سيئة عشان تفهمين شلون تديرين المال. جوزز تقول أنا مرت علي فترة في حياتي كنت أسرق فلوس من أهلي، هل هذا سبب بعدي عن الثراء؟ قد يكون، قد تكون هذه قصة كارما موجودة في حياتك وتحتاج إلى تنظيف، لكنها قابلة للتنظيف. تقدر ترجع الفلوس، موضوع بسيط، رجع الفلوس، خصوصا انهم اهلك وعارف مين اللي اخذت منه الفلوس، فرجع الفلوس. Thank you. دخلت بيت مشهورة يدل على الثراء بغرض السرقة، ولا عمرها طلعت بيتها، كنت مجبرة معاي شخصين كأنهم عصابة. ما فهمت هذا حقيقة ولا تتكلم عن شيء حقيقي ولا حلم؟ يعني في الحلم صارت هالقصة؟ ولا في الواقع؟ إذا في الواقع يعني أنت قرصانة، ها؟ شكل عندنا قراصنة اليوم. نويت الثراء وتتكرر علي رقم 33 44 55. 33 في الطريق، انت في الطريق كويس. 44 في موضوع مرتبط بالتوازن. 55 في قصة تحتاج الى اعادة، تحتاج انك انت تعيدينها بطريقة صحيحة. بعد نية الثراء تواصل معي 3 اشخاص مختلفين للاشتراك في مسابقات تلفزيونية، لكن اشعر بالخوف. طب الى متى؟ إلى متى؟ نفترض أنه هذه المسابقة راح تدخلك عالم الثراء، راح يكون عندك مليون، أو راح يسهل لك موضوع الشهرة وتحصلين من خلال الشهرة على المال.
إلى متى؟ إلى متى وأنت خايفة؟ فدا حبيبتي، إلى متى؟ حان الوقت أنه أنت تنظفين هذا الخوف. يعني عندك الطريق مفتوح، بس شعورك الداخلي هو اللي يخرب الموضوع. تقدرين تحضرين جلسة الخوف، تشوفين شو يصير معاك. هل المبدع الفقير يرى حقا حياة الثراء والأثرياء حياة غبية خالية من الإبداع؟ المبدع عنده نظرته للأمور وعنده طريقته، وهو دائما ينتبه لما هو خارج الصندوق ويقدر ما هو خارج الصندوق. طيب، لما نتكلم عن الأثرياء اللي هم حديثو النعمة، حديثو النعمة هم في حالة إثبات لقصة الثراء ولكارما الثراء، فهم قد ما يكونوا مشغولين في إنهم يحضرون شيء خارج الصندوق، لا، هم يبغون صندوق الثراء هذا ويثبتون هذا الصندوق. والأشخاص اللي هم عندهم المال القديم غالبا راح يكررون قصة الثراء القديمة اللي عاشوها من أجدادهم وآبائهم وأمهاتهم. لذلك لما يجي شخص مبدع ويشوف الأثرياء هذولا اللي هم النموذجين اللي دائما نشوفهم، اللي هو الثري حديث النعمة والثري المال القديم، لما يشوفهم يحس ان الموضوع سخيف وتافه وملينا من ساعاتكم وسياراتكم وبيتكم وما اعرف ايش. بس اكيد انت لما تحصل الثراء راح تكون القصة مختلفة، لانه انت راح تلبس غير، راح تاكل غير، راح تفكر غير، راح تتعاطى مع الموقف بطريقة مختلفة. لذلك ما المفروض انه هذول النماذج يكونون هم المعبرين عن قصة الثراء بالنسبة للشخص المبدع؟ لازم هو يشوف انه هو مختلف، وانه هو لما يحصل على الثراء راح يعبر عن نفسه بطريقة مختلفة. هل زواجي بشخص فقير يعارض الثراء؟ يعني خلينا نقول انه الشركاء كارمتهم واحدة، الزوج والزوجة كارمتهم واحدة، فإذا الزوج ثري دخلت الزوجة معاه في الثراء، وإذا الزوجة ثرية دخل الزوج معاها في قصة الثراء. لذلك لما يكون الزوج ثري قد يجر زوجته معه للثراء، ولما تكون الزوجة فقيرة قد تجر زوجها للفقر. قد يكون هو حالة جيد بعدين يأخذ واحدة فقيرة يعني يروح معاها في هو كذا في الفقر، والعكس. وقس هذا على كل الأشياء: العلم، الوعي، الروحانية، الشهرة، كل هذه الأشياء تجر الأزواج، يجرون لبعضهم هذه القصص. Thank you حنان. بس ما أقدر أقول إنه شريك الحياة لأنه فقير هو يمنعني من الثراء. لا، هذه حجة، هذه شماعة، هذه شماعة. زي الشخص يقولك أنا سلبي لأن الناس اللي حولي سلبيين. لا يا شيخ، لا يا شيخ، انت ما انت قادر تشتغل على نفسك، ولا انت قادر تضبط نفسك، عشان كذا حطيت البلا عليهم. هم فيهم بلا، هم سلبيين، بس انت تقدر، عندك الحق انك انت تغير واقعك وتكون ايجابي. نفس الشيء، انت تستطيعين انك تغيرين الواقع وتكونين ثرية، تدخلين حالة الثراء حتى لو كان زوجك فقير. لن يمنع الشريك الفقير، لن يمنعك من دخول الثراء، لن يمنعك. الزوج أم عبد العزيز، يا حبيبتي ما عندنا جولات، الزوج صار راتبه أفضل من كارمتي وتنظيباتي وفك معتقداتي عن مال، لكن ما حصلت تغيير مادي منه في المصروف. حبيبتي أنتي، كان هو أقرب الخيارات في المعادلة الكونية أنه هو يحصل على راتب أعلى ويحصل على نتيجة أفضل. قد ما تكوني انت شايفة نتيجة في المصروف، لكن اكيد ممكن تنتقلون للعيش في حي افضل، ممكن تنتقلون للعيش في بيت اكبر، قد ما يكون شيء يومي، لكن بالمجمل العام انتم دخلتوا في مستوى اخر.
ذلك لا تدققين على الموضوع كذا البسيط، شوفي الموضوع الأكبر. أيضا قد يكون هذا مقدمة لشيء أكبر، لأنه مرات الثراء يجيك مقطع لأنها على شكل اختبارات حبيبتي حنان، فيجيك مثلا مستوى معين بعدين تختبر فيه، إذا نجحت تنتقل لمستوى آخر. وتكلمت عن هذا الموضوع أيضا في طبقات الثراء، أنه في ناس تنتقل، في ناس تعيش طول عمرها في طبقة واحدة، تحصل على طبقة وتعيش في هذه الطبقة. لذلك ممكن قدامك طبقة ثانية، لكن على حسب كيف أدائك مع هذه الطبقة. كيف أنت الآن صرتي يعني زعلانة أنه زوجك جاء فلوس؟ ممكن تتورطين بهذه الورطة، أنه ما يستاهل، ما استفدت، ما جاني مصروف، فتزعلين على زيادة المال، مع أنه يمكن عيالك استفادوا، يمكن في الصورة الكبيرة أنت استفدتي. فانتبهي لردة فعلك تجاه الواقع اللي أنت موجودة فيه الآن. طيب يا جماعة طولت عليكم، لا تنسون عندنا 10 مواد موجودة على الموقع sumaya369.net، راح تغلق قريبا. إذا مهتم، إذا تبغى تعمق النية، تقدر تحصل عليهم. لا تنسون خلفية الجوال والفيلم موجودة في حسابي على تويتر. إذا ما عندك حساب على تويتر، تقدر من جوجل تدخل على حسابي وتشوف كل التفاصيل، بس اكتب سوية ناصر تويتر تطلع لك على طول. صرنا 215,000 لايك، thank you، شكرا جزيلا على الهدايا، شكرا على اللايكات، نشوفكم إن شاء الله بكرة، تصبحون على حب قلبي أنتم.